نقيب در، ودي تكلمني عن المركز كمركز، شلون تختارونهم؟ التأهيل، الدراسة، كل الأمور اللي قاعد تصير في المركز هذه. أول شيء حبيت أشكركم على مجهودكم هذا الواضح، الله يعطيكم العافية دكتور. هذا مركز الإرشاد والتأهيل، يتم اختيار نزلاء تعاطي المخدرات ويتم إدخالهم من تاريخ 1/4 من كل سنة في البرنامج، ويكون في التحاقهم في البرنامج عن طريق وزارة الأوقاف والهيئة العامة والشباب الرياضة ووزارة الصحة مثلا والطب النفسي والنيابة العامة مثلا فيها وزارة الداخلية، وما ننسى دور اللجنة بشائر الخير، ويكون الجدول المتبع في الإرشاد والتأهيل يكون بعد صلاة الفجر، يكون عندهم رياضة عن طريق الهيئة العامة والشباب الرياضة، يكون عندهم محاضرات أسبوعية من الساعة 8 الصبح للساعة 12 الظهر، تكون فوق في الصفوف اللي فوق، ومن كل الهيئة العامة والشباب الرياضة قلنا لكم، والتطبيقي كذلك عندهم هني العصر فترة من الساعة 4 للساعة 7، يكون يومين في الأسبوع. النزل اللي تم اختيارهم هني تعاطي المخدرات، يعني يكون كويتي الجنسية، غير محدد الجنسية، أبناء الكويتيات وأزواج الكويتيات، هذا اللي يشملهم البرنامج. المدرسة من الساعة كم للساعة كم؟ من الساعة 8 الصبح للساعة 12 الظهر. مساء أسمع أحد النزلاء يقول أنا استلمت شهادتي. نعم. شنو الشهادة اللي تعطون هي؟ هذه الشهادة يكون عن طريق وزارة الأوقاف دار القرآن، يكون حفظ القرآن، الفقه، التجويد، التوحيد، وحفظ صور القرآن، تكون عن طريق الزيارات اللي تتم. يجون أهاليهم يقول لي في الأسبوع مرتين، شيء ممتاز. يعني شنو تعتبر هالزيارات؟ يعني الزيارة الأولى والزيارة الثانية؟ هذا الزيارات هنا بالبرنامج هذا مشكورة بإدارة المركز، هي مسوية المحافز لهم، تعطيهم يلتقون مع أسرهم، يقعدون ويا أولادهم ويا أبنائهم بعد المجهود الأسبوع اللي عملوه بالتزامهم بالقوانين واللوائح والدروس، فنعطيهم كل خميس يقعدون مع أهاليهم وأبنائهم. نقيب درع العجمي، عدد من النزلاء الموجودين في المركز هنا عندكم بالتحديد مركز التأهيل؟ عدد النزلاء يكون بداية البرنامج عدده 200 تقريبا، 190 تم بعض الأفراجات عنهم، يتم كل سنة 167 180، حاليا البرنامج اللي كانوا متواجدين بالبرنامج 167 واحد، تم الإفراج عن مجموعة منهم، حاليا متواجد 116 واحد تقريبا أجتاز البرنامج. في برنامج آخر يعني بعد ما يخرج من هني في برنامج المتابعة؟ نعم، يكون أول ما ينجح واجتاز برنامج الإرشاد والتأهيل يتم الحاقة إلى الرعاية اللاحقة، يتابع الإدارة العامة للمستشفى الصحية السجن المركزي، ويكون هناك التحليل الدوري متابعته بعد قضاء محكوميته. نعم. من قبل الرعاية اللاحقة. يعطيك العافية. الله يعافيك، طول عمرك، قواك الله.